السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج وجيت لكم فيديو جديد عن ملوك السحب. انا هي مشكلة عم انسى صور الفيديو هذا تبع ملوك السحب، ملوك الميمز. بقى اليوم بعد ما اعطونا او بعد ما اعطونا 300 جيم حبيت اعمل الفيديو مشان نشوف شو صار مع الناس. طبعا انا اليوم راح احط موسيقى يا رب تعجبكم ويا رب ما يكون عليها كوبي رايت ويروح الفيديو على الفاضي او ينقطع تلاقوا في صمت. اذا لقيتوا في صمت معناها الغنية او الموسيقى عليها كوبي رايت. بقى خلينا نبلش باول واحدة اللي هو ليفاي، طلع له شوز، طلع له ماسك. هي مارفل ريفولوشن، على ما اعرف اذا البنفسجي حلو بس 100% هذا شيء رائع. بالنسبة طلع له صندوق ماجيكال شيست، حلو حلو كتير. هاي بالمالتي المجانية طلع لنا ايستن، شوف من امتى معامل، معناها صار لي اكثر من 15 يوم معامل. المهم طلع لنا ايستن بالمالتي المجانية وما كملنا على البانر. ليفاي كمان طلع له ايستن بالمالتي المجانية، ونفس الشيء بالنسبة لياسي، ما شاء الله الكل. وسول طلع له مونو بالمالتي المجانية، مؤيد ايستن بالمالتي الثانية كأنه شاري، او لو عمل مالتي بعدين عمل مالتي المجانية. تنتين ايستن حلوة. ديا طه او شيء ما بعرف. فهد الحربي طلع له مونو، مبروك مبروك يا فهد. كلاو دراجون طلع له بالمالتي المجانية مونو الخضراء، طلع له ايستن الحمراء بالمالتي المجانية كلاود دراجون. بحسابه القديم مثل حالي شلون. طلع له ديان، هي مو ديان الجديدة، ابتكت. واو شينرا تنسى، شينرا ممتاز ما شاء الله. دريفت طلع له بالفري، اعتقد هي تبع الدعاية يمكن. طلع له ناناشي، مبروك مبروك يا دريفت. واخيرا طلع له الكارت ريفاي، لسه ما طلع لي هذا الكارت. مبروك مبروك يا ليفاي، صباح الخير. بالمالتي الثانية طلع له جوثر الجديد شينرا، مبروك مبروك يا شينرا. محمد ما بعرف. واو بالمالتي اللي هي الفري اللي عم يعطونا اياها طلع له 4 اس اس ار، انا طلع لي 2 اس اس ار اعتقد، ومن وقتها لهلا ما طلع لي ولا اس اس ار ثاني، يعني يمكن 5 مالتيات صار لي عامل او 6 مالتيات، مرة واحدة طالع لي 2 اس ار وبس. ياسي طلع له بالمالتي الثالثة جوثر، مبروك مبروك. هارون عرب طلع له جوثر مالتي، بس ما بعرف شو هي المالتي 85. بالمالتي الأولى طلع له هاوزر ميسي، مبروك 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 يا ميسي. رامي فيديو 15 ثانية. طلع له جوثر، مبروك مبروك. لا والثاني كمان. ما شاء الله، والاثنين كوينات، الاثنين كوينات، يعني معناها ب 300 طلع له 3 جوثر. ليكو كوين معناها بال 300، ما شاء الله رامي، مبروك مبروك يا رامي. يعني طالع له 3 باول 300 اذا مو اكثر. طبعا ليش؟ انه 2 كوين معناه اوريدي طالع له قبل مره. مبروك مبروك يا رامي، حلو حلو يا ليفاي. واخيرا بال 840 وهون طلع له. طب اي واحد؟ اي لا، اي ميساكا. اوكي ليفاي كارمن، وهي ميساكا طلع لها بالمالتي الثانية هاوزر، مبروك مبروك. وهون طلع له بال 120 كمان مرة ثانية جوثر، صح؟ مو انت اللي طلع لك جوثر قبل ولا؟ لا هي المالتي شي ثاني. اوكي ارون، واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طلع له جوثرين بنفس المالتي ب 210 وطلع له تارميل، ما شاء الله مبروك مبروك. ميكاسا طلع الجراي، الجراي عندي يعني الحمد لله، مبروك مبروك. واو
هاوزر، هذا هاوزر الجي طبعا. صح، ما في هاوزر ثاني، انه بالمال هي هاوزر وجوثر بنفس المالتي. ما شاء الله، ممتاز ممتاز، مبروك والله يا فور ايفر. لا وشو هاوزر كوين يعني، معناها طالع له بال 120، قبل ال 120 طالع له نسخة هاوزر ثانية. مبروك مبروك بصراحة، لو منك ما بكمل. احمد رفعت، احمد ما شاء الله دائما حظه حلو. هاوزر وجوثر بنفس المالتي بال 180، مبروك مبروك. شو الناس عم تقلي حظها سيء؟ ليكم ما شاء الله، شوفوا الحظ الحلو. وهون بالمالتي تاني طلع له ايستن الجديدة، هاتشيمان. ما بعرف شو الاسم، طلع له تشاد الجديد، وطلع له نيل ليل. وان داي وان داي راح تطلع لي نيل، واحدة من النيلات، اي نيل ما عندي مشكلة، مو تطلع لي نيل. مهود، ما شاء الله ما شاء الله، الثلاثة بنفس المالتي، ما شاء الله ما شاء الله، اثنين ملائكة بنفس المالتي. وهون طلع له بالتيكتات، طلع له جوثر، مبروك مبروك. عباس فاير، هي اي بانر؟ نفسه. اوكي بس هدول نسيان، جوثر الاحمر موجود بالبانر، ما بعرف. مبروك مبروك، طلع له الثلاث ملتي حلوين. سنجل طلع له، ما شاء الله ما شاء الله يا شادو. فهد الحربي بالملتي الاولى طلع له هاوزر، بالملتي هاي طلع له ليز، مبروك مبروك. هذا لانسر طلع له، ما شاء الله مبروك مبروك، طلع له هاوزر واثنين اس اس ار تانيين، حلو حلو حلو. طلع له جوثر، مبروك مبروك يا لانسر. مرزوق اثنين اس اس ار، بعدين مين كانوا؟ الملتي المجانية اللي هي الملتي الفري، حلو حلو مبروك مبروك. عم يطلع له. ما بعرف، هي حاسة فيها شي غلط. اكتمل السيت، مبروك مبروك يا ليفاي. ما شاء الله مبروك مبروك يا ليفاي، والله انا نفسي هلا هي اوريدي عندي اياها، طيب عندي منها اثنين او ثلاثة حتى طلع لي، بس الكرتين الثانيين اللي ما عندي منهم لسه. اوتشيها مادارا، هذا مو عمر، واحد ثاني طلع له ثلاثة اس اس ار، ما شاء الله ما شاء الله، مبروك مبروك. خسارة ما طلع لي في حسابي الاساسي بس الحمد لله. مبروك مبروك. فراس طلع له جوثر بس حساب ثاني شكله. 0256 ساريال، مبروك مبروك يا 02. مؤيد 4 اس اس ار بملتي واحدة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اعتقد امبارح فيديو اللي شفته تبع عمر، انه صحيح امبارح عمر نزل فيديو، اذا ما شفتوه روحوا شوفوه، طلع له 4 اس اس ار بالستيب اب بانر، يعني حتى مو بالبانر اللي عليها 7%. انا هاي البانر طلع لي اكثر شيء 2 اللي هو 7%. هي شو اللعبه؟ ما بعرف شو هي اللعبه، ليكون اللعبه اللي منزلها، ما بعرف شو هي اللعبه، بس اذا في هذا شيء حلو مبروك. ما شاء الله مبروك، شوف شوف كم اس اس ار طلع له بالملتي المجانيه، مبروك مبروك يا اكس عنزي. فهد الحربي، فهد الحربي ما شاء الله كل ملتي عم يطلع له شغلات، انا الحلو فيهم. طلع له ديونا وبنت، اوف هذا جديد ما عنده يا. طلع له مونا، مبروك مبروك مونا، لما تسرع كثير بصير الحركات تبعتها حلوه. لو انه ما جاء احسن، فكرت بيجي جوثر. مبروك احسن من بلا يا اندرسكور او داش. لودميلا، شو هي اللعبه؟ فرانكلين،
اي عايشة، اسمها عايشة. مبروك مبروك. طلع له اندرويد للجديد، الاثنين للجاد. مبروك مبروك يا مدرة. مين هذا؟ عباس، ما شاء الله، اثنين جوثر ولسه ما وصل لل 760، وغير هيك انه طلع له نسخة قبل اعتقد، او اذا مو اكثر، لانه الاثنين كوينات معناها اوريدي يعني. هلا هيك اذا كم روتيشن ولا سمح الله ما طلع له شيء راح يصير 4-6. مبروك مبروك مبروك. خلينا نشوف العدواني بالمالتي الاولى، لا المالتي الثانية طلع له. مبروك مبروك يا عدواني، مبروك. خالد، كاليد، كاليد صار واحدة، ولا تراب، كوين عايشة. شو اللعبة هاي؟ محمد، واو ما شاء الله، هاي بدي اياها، هاي مو تبع بين ذا ويتش، وهذا ما بعرف مين هذا. ثلاثة اس اس ار، ثلاثة فايف ستارز بملتي واحدة، ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك. قلبي قال لي اسكانور سما، قلبي انت يا اسكانور. بعدين حلو طلع له مترونا ومونو مونو بملتي، الاثنين ما عنده اياهم. مبروك مبروك. طلع له تشين بالملتي الثانية، مبروك مبروك. شين وروكسي، روكسي لا بأس بها، وشين هذا الجديد لا بأس به ترى. مساء الخير يا شين را، مبروك مبروك. حلو، يعني في ناس عم يطلع لها شيء، بس شايف لاحظين اغلبهم عم يطلع لهم بالمالتي الثانيه مو بالاولى. في حدا طلع له بالمالتي الاولى؟ لا تصدقوا. هي ليك المالتي الاولى طلع له فهد الحربي. فهد الحربي ما شاء الله حظه حلو. الملتي الثانية مبروك مبروك. العدواني، واو. هو اللي كان عم يقول لي صح صح عدواني امبارح، كان عم يحكي لي ولا مين، انه انا صار عندي جوثر 4-6 بروتيشن وواحد هاوزر، هو 4-6 هاوزر واحد جوثر. 02 بحضور الملك سول. حلو حلو مبروك، ان شاء الله هيك دائما يكون حظ سول. كمان مالتي رقم بالجارانتيد، هي بالجارانتيد طلع ل شو اسمه. حلو حلو مبروك مبروك مبروك. ميستي حلو، مبروك مبروك. هذا واحد ولا واحدة ما بعرف المشكلة. اموكس ما شاء الله، الاربع اجداد مبروك مبروك مبروك. بس كم روحت حتى صاروا عندك الاربعه؟ بس مبروك والله حلوين. مبروك مبروك يا اندرسكور ولا داش. طلع له الاثنين قبل شوي، كان عم يحكي حظه مو حلو، بعدين طلع له. اكيد افرح ب 360 جيم طلع لك عدواني، عدواني بال 900 رح تطلع له جوثر. في كثير ناس بال 900 رح تطلع له جوثر، اذا ما طلع لك بالجرانتيد انت حظك حلو، او احمد ربك من الاخر. هاي اوكي، هاي بحكي لك شيء سيء. هاي ازعل. ما شاء الله مبروك مبروك يا محمد 11، محمد 11. عمر، خلينا نشوف عمر. حلو مبروك بالمالتي الاولى، مبروك يا عمر مبروك. طلع له ارثر وساريال بالمالتي الثانيه ما شاء الله، ولا وارثر ما كان عنده اياه كمان، طلع نسخه ثانيه جوثر. لا يعني واحد اثنين ثلاثة، 300 جيم طلعوا ثلاث مرات، وابصر هون شو طلع. تخيلون كان يطلع له النسخه الرابعه. في ناس عم يطلع لها ديان بالملتي هي. مبروك مبروك مبروك. وبالملتي التاني طلع له جوثر، مبروك مبروك يا ديابلو، مبروك مبروك.
خلينا نشوف 11 محمد بالمالتي الثانيه. لا راح اصعب لك كثير، عم يطلع لهم بالمالتي الثانيه والثالثه، وعم يطلع لهم بالاولى. يعني شخص واحد لحد الان شفته عم يطلع له بالمالتي الاولى، طلع له هاوزر بالمالتي الاولى. مبروك مبروك يا محمد. ار اتش سكانور انيميشن وطلع له اثنين، ما شاء الله حلو حلو كثير. بس هي ايمن، هي 300. روكسي هي اعتقد تبع ايستن. ليش يا شن راهي اي شو روتيشن هي 300 جيم. اوكي اوكي ماي باد ماي باد. هي شو اسمه، هي العاديه البانر اللي فري. حلو فرادي فراداي سكانور انيميشن، ما شاء الله مبروك مبروك. يعني طلع له نسخة ثانية اعتقد من هاوزر واول جوثر. حلو ب 300 جيم. تصدق انا بدي نسخة منه لهذا، ما كان يطلع لي لهلا. يمكن عندي يا 4-6 يا 5-6. والله الحمد لحظك يا، ما شاء الله حلو. ما بعرف انت شو اللي مو عاجبك. وهي امبارح شو طلع لي، طلع لي برين هيلد نسخة، وطلع لي بان بالمالتيات اللي هو هدول الاس اس ار والار والاس ار. انا كان لا كان ديمن مليودس ديمن انيميشن، فشي حلو الحمد لله. صارت عندي 3-6 هلا. فبس هو بكون صار الفيديو تبع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه مثل ما انا استمتعت فيه. وبالتوفيق للكل، وان شاء الله دائما يكون حظكم حلو، واللي مو عاجبه حظه ان شاء الله يصير حظه احسن ويطلع له شيء اللي بده اياه بالفيديوهات القادمه وبالبانرات القادمه. بس هو بكون صار الفيديو اليوم، ارجو تكونوا استمتعتوا فيه. استمتعتوا فيه اسمعوا لايك الفيديو، تشتركوا معنا بالقناه عشان تكون كل جديد مني. شكرا على خير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.